هدول إلك، حتى لو كنت طلعت من عندكن. هدول صاروا ذهباتك. جمال البنت ما بيكمل إلا لتلبسي غطا. حبيبتي تسلمي لقلبي، تسلمي لقلبي، أنت ما في منك. كتير فرحتيني، فرحتيني من كل قلبي. شو هاد؟ ليش هيك كلياتكم سكتوا فجأة؟ يلا لشوف، ارجعوا دقوا وغنوا يلا. طالما تصالحتوا مع ابنكم لازم الام ترقص بالكنة كمان. يلا 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 يلا. هدول مين؟ سنتوشي جسوال، يلا يلا استقبلوا الجماعة بسرعة. يا مرحبا. أهلين أهلين، أهلين أهلين، تفضلوا. مساء الخير. تفضلوا يا أهلا. تفضلوا تفضلوا. لهون شكرا. تعرفوا عليهم بس استنوني شوي. تفضلوا. مين هدول الجماعة؟ مين؟ هدول بيت الأحمى. لمين؟ بيت أحمى جودي. إيه جايين يهنونا. شو هاد؟ كأنه في عندكم شي احتفال وموسيقى و... صراحة نحن عم نحتفل بمناسبة كتير مميزة وكمان غالية علينا. لأنه عرس بنتنا قرب كتير. كيف؟ هي مزبوط هذا الحكي، البنت رح تتزوج عن قريب. إيه وعم نحضر للاحتفال. أخي جوشوار حابب يعمل عرس البنت بالبداية، بعدين عرس الابن بقى. يعني عن جد هي العيلة محظوظة كتير، الله رضيان عليهم كتير يا جماعة. تخيلوا انه الشاب والبنت رح يتجوزوا تناتهم ورا بعض. ايه مشان هيك ما صار لنا وقت نعزم حدا. شوفت عندكم قديش معجوقين يا جماعة، يعني تحضير الحنة وبكرة تحضير التياب وبعد بكرة عنا العرس. بعد بكرة العرس؟ فهموني شو عم بيعملوا هون بيت أحماها لجودي لكان؟ هنن جايين لعنا لحتى يباركولنا، وبعدين انتي مثل ما بتعرفي هي العادات والتقاليد، يعني ضروري يجوا وبعدين بيروحوا لعند العريس بيحكوله شو شافوا من بيت أحماها. وهيك صار بعرسك، ما بتتذكري إلا لمرتك. ايه تذكرت. هيك لكان. وهدول مين بيكونوا؟ رح أقول لك، هذا أيوديا ابنه لجوشوار الكبير، وهديك مرت ابنه. بس هلأ ما ننساكنين بهالبيت. لك بنتي ليش هيك واقفة قدامي؟ يلا تحركي كملي شغلك. شبك انتي؟ شو بدي أقول لك عمي؟ شو رأيك تعرفنا على بيت أحماها لجودي؟ لأنه ما حلوة هيك. ليش يعني؟ لك ايه بلا ما يحكوا علينا، لازم نسلم عليهم على القليلة. جولكانت انت شو عم تعملي؟ نحن هلأ ما لنا جزء من هالعيلة هي، وما رح نساعدهم بشي بخص عرس جودي. لشو بدنا نتعرف على الجماعة؟ منشان نعطيهم ثقة بحالهم؟ إذا زادت ثقتهم بحالهم فطلباتهم رح تزيد. نحن بس إجينا لهون لنبارك لجودي ونعطيها الهدية، وهلأ أخدتها. يلا نمشي. يلا. جودي قومي يلا، خلصنا انتهى كل شيء. يلا قومي روحي بنتي، غسلي وشك وغيري ثيابك، وانتو كمان يعطيكم العافيه. جوجنو جيبوا ضيافه للعالم. يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ اهلين. الله يرضى عليك يا ابني، اسف ما قدرت استقبلكم منيح، كنت مشغول شوي يعني مثل ما انكم شايفين. لا 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 لا، هات ابني قرب قرب قرب. طيب حطهم هون. حط. لا يا جماعة يعني ما كان في داعي لكل هذا الشيء. هاد مقامك أكبر، مد إيدك خد لك واحدة يلا. يعني بس واحدة بيطلع لي؟ بيطلع لك قد ما بدك، كلها تشبع. شرف ابني طيب. لا يسلم. تفضل ابني. يعني شو القصة؟ شايفكن هيك فاجأتوني بزيارتكن الحلوة. نحن كنا بجمشيد بور عنا شغل. ايه؟ فقلنا بركي منلتقي كلنا، وكمان
أبي عنده رغبة إنه أختي وابنك ديف يتعرفوا على بعضهم بشكل أفضل قبل ما يتفقوا هنن على عرسهم، يعني لحتى يتفاهموا سوا، لأنه أبي عم بيقول إنه هيك أفضل. إيه بيصير عادي، بس بدك ما تواخذني، ما بيعجبني فكر هالجيل، يعني حتى بحس بنفهم أكثر حتى لو كانت عاداتنا قديمة. إيه لك أنا أخي جوشوار، معك حق، نحن بنفهم أكثر يعني. إيه لك. يعني بس بدي من حضرتك ما تفهمني غلط أبداً، نحن بالعيلة ما عنا هالعادة. عادة؟ أي عادة؟ يعني ما فهمت عليك. نحن عنا عادة، يعني هي هيك بتقول الكبار بيقرروا طبيعة العادات، وعادتنا إنه الشاب والبنت ما يلتاقوا قبل العرس أبداً. أنا زرتكن وإجيت مع ديف مشان يلتقى بالكل ويتعرفوا على بعض، ما هيك؟ ما بتتذكر؟ وأنا ما فيني خالف هاي العادات اللي ربينا عليها وخلي ولادنا يتعرفوا على بعضهم قبل العرس. نحن عنا عادات لازم نحترمها، ما هيك؟ ليك أخي جوشوار اسمعني، يعني طالما هي عاداتكن فنحن ما فينا نحكي أي شيء، مثل ما بدك خلص. إيه أكيد هي عاداتنا صح. أنا بدي بس منكن طلب صغير، توصلوا هالفكرة للأخ بنجودي، وإذا في إحراج أنا هلأ بتصل فيه وبلا ما أعذبكم معي. ماشي مو مشكلة، أنا رح وصله لأبي هذا الحكي. إيه أخي جوشوار، نحن منستأذن منك. يا أهلا، بتشرف. شرفتنا. بإذن الله. قصدي سلام. أهلين. أهلين. الله معكم، تفضل. إن شاء الله عجبكم بيتنا، تبقوا عيدوها ماشي؟ إيه ماشي، زينة كتير حلوة. يلا بالأسف. الله معكم. مع السلامة. وإنتي ليش كل هالقد متوترة؟ هلأ بتجي؟ هن نتأخروا كتير، شو صار معهم؟ عن جد عم تحكي؟ هلأ بس مشي الحال، نسيتي كل شيء؟ أخوكي راجات إجا لعندي من فترة قصيرة مشان وراء السيارة وعطاني اسمك. إذا ما رح تمشي لي شغلي أنت حرة، بس ليك اسمعي مني هالنصيحة كتير منيح، لا تستغلي منصبي. أهلين بنتي، رجعتي؟ نعم، إيه رجعت. أهلين بنتي، عدي. كنا عم نستناكي. ايه اندو، يلا اعملي لنا كاستين شاي. الكا، ساوي لنا شاي، ارتي رجعت على البيت. ماما، انا بجيب الشاي. بعرف انه انت بهذا الوقت بتجي على البيت، لهيك انا حضرت الشاي. سخنة. يسلموا ايديكي. خير بنتي، شبه صاير معك شي؟ أهلين، بلاقيكن اجيتوا. يلا أنا رح روح جبلكن كاستين شاي. ايه جيبيلنا، بلكي بنروق أعصابنا شوي. هذا سيد جوشوار ما رضي انه يخلي ارتي وديف يلتقوا سوا. شو؟ وليش بقى؟ اول يوم كان عم يقلنا انه هن بالعيله عندهم عادات بتقول انه الشاب والصبيه ما لازم انه يلتقوا ببعضهم قبل الزواج. ساعتها انا قلت له اذا هيك عاداتكم